السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل. اكيد ان شاء الله في احلى اكل، ولكن ايه الموضوع؟ والله سمك، اكل السمك طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل اسبوع مع حضراتكم ما بنحاولش نعمل حاجه جنبها، هو السمك لا بلاش. وليه بقول كده؟ دايما في كل بيت وفي كل مكان في الدنيا يوم السمك ده ايا كان ايه اللي بيتعمل، مشوي مقلي رز ايا كان، مكرونه ايا كان، هي اكله سمك مفيش حاجه جنبها. فتعالوا نشوف معاكم النهارده ان شاء الله بعد الفاصل اكله حلوه على مزاج حضراتكم كده بعد الفاصل. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم قبل فاصل مع حضراتكم على ثلاث اكلات احلى من بعض. ايه الموضوع؟ عندي سمكيه عايز امشيها بسكه مختلفه شويه، كبسه. واكتر مشاكل بتقابلنا بموضوع السمك في الكبسه ده ان ازاي اشوف السمك هيستوي مع الرز، وساعات لما يكون السمك كمان فيه شوك او يكون كامل بيبقى برضو في نسبه كبيره جدا من الريسك او من القلق عامه. انا شخصيا كمان بقول كده في فكره التسويات. فانا النهارده هسوي السمك ده بطريقه سهله جدا، والرز يكون تسويته مناسبه للسمك وتقفله في طاجن. هنشوف ماشي ازاي، لان انا عايز اعمل كمان الكبسه في طاجن منه فيه. هنشوف الطبق الثاني طاجن برضو، ولكن عندي حبه سي فود مشكلين، اي سمك متشكل، وعندي بصل وفلفل وبطاطس وكوسه وبسلة وفاصوليا، كل الخضار نفسنا فيه. هعمله طاجن على مزاج شويه، طاجن سبايسي حلو ياكل. والطبق الثالث عندي حبه بلح البحر زي ما حضراتكم شايفين، نقعهم في ميه كويس قوي، مديهم بق خل عشان اي زفاره واي حاجه تطلع، وكمان الميه تنضف اترضف كويس قوي، اي رواسب من اللي جوه القواقع دي بتتصفى، وفي الاخر بغسلها وهشتغل بيها. فكره ممكن تكون شوربه لو عايز امشيها شوربه، لو عايز امشيها فكره ان تبقى حاجات ازازه اللي هو يبقى زي جندوف اللي بنحبه كلنا. طيب ايه الموضوع الحكايه؟ يلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم مع حضراتكم في اول طبق. انا هخش على طول في الطاجن اللي هو صوص احمر عشان يسبك براحته، والكبسه برضه هنشتغل في نفس الوقت، ولكن الكبسه هنعملها بطريقه سهله جدا. هنسوي الرز طب يلا نشتغل على طول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه عندي حل لطيف، وعايز اخش في سكه بصلايه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول كده بصلايه لطيفه ناعمه ماشي الكلام. مع البصلايه دي هنزل بمكعبين زبده حلوين كده لطاف، وهجيب معلقه وهبدا هشوح البصلايه دي، واديها كمان سنه زيت لو حابب. هشوح البصلايه دي للرز، حلو الكلام، كلام جميل. وانا شغال الناحيه الثانيه هجهز نفسي للطاجن برضو واحده واحده. تمام تمام، البصلايه دي وهي بتقلب كده ممكن ادلعها، هي ممكن نديها هي كبسه زي ما اتفقنا، ممكن نديها عندي ورق الغار، الحبه هان ده من الاول بقى، القرفه، القرنفل لو بحبه، وابدا اسس طعم وريحه بالبصلايه بتاعتي كده الاول. وانا شغال لو حابب اخلي الكبسه دي حلوه وتحلو معايا هديها جزرايه بالمره في النص كده، جزرايه حلوه كبيره كده. حلو الكلام ده، كلام جميل. يبقى بشوح الاول البصلايه بورق الغار بالحبهان وهديها فص ثوم من عندي. تعال التست ده، التاسيس لايه؟ للرز اللي هقفل بيه الكبسه بتاعت السمك. حلو الكلام، كلام جميل. سيبهم شويه قدام عيني كده يبدا يتبلوا شويه، بحيث لما انزل بالرز انا هسوي نص تسويه، واجي اقفل كل الكلام ده كله مع طاجن واحده واحده، واكمل تسويه الرز مع السمك في نهايه ان شاء الله في طاجن مع بعض. طيب الحلة الحلوة دي اللي هعمل فيها طاجن السيفود المشكل، ايه مقاديرك يا شيف؟ والله مقاديري سهلة جدا، عندي ربع او نص مشكل من اي سمك عندي، والخضار ده هيبدأ ينزل بالتدريج واحدة واحدة، ونأسس الصوص، وفي اخر حاجة هنقفل ان شاء الله مع حضراتكم بسم الله، في اخر حاجة هنقفل مع حضراتكم خالص فكرة السمك او السيفود اللي عندي. ودايما ببقى عامل حسبتي الصراحة وانا بقفل السمك بالذات او الاطباق دي بالذات الخفيفة في تسويتها، مش عايز اقرص في التسوية كتير، بس اظبط تسويتي. يعني عندي مثلا بطاطسايه في الطاجن ده لازم برضو اركز تسويتها عامله ازاي، اكيد هي تسويتها غير تسويه الكوسه او البصل، فالتدريج ده مهم جدا، تدريج التسويات. اصفي بس البطاطسايه دي واجي على طول.
يبقى انا نزلت عندي بالبصلايه انزل عليها على طول وراها بالبطاطسايه واجي اطعم بقى الدنيا شويه، اديها بقى الزيت اديها زبده انا وكيفي. والله شايف الطاجن ده هديله زبده برضه عشان عايز اربطه شويه، حتى لو صوص احمر هربطه برضه، مكعبين زبده حلوين كده حلو، وبرضه هديها تاتش زيت زيتون. ماشي الكلام؟ كلام جميل. ارجع تاني للبصلايه مع الجزريه، بص الملامح راحت لفين؟ في ريحه حلوه من اللي احنا حاطينه، مش حاجه زياده. الجزريه حابب احط اي اضافات تانيه ما عنديش مشاكل، ممكن لو حابب اضيف مثلا قرن فلفل مشطشط ماشي، مش حابب برضه دي الكبسه، مش حابب برضه انا تمام، بس انا حبيت يعني يدي لون حلو وكمان بيدي لسعه كده حلوه، مش هيبقى سبايسي قوي كده. الريحه لطيفه جدا. هبدا انزل عندي بكوبايه الرز بتاعتي، بسم الله، وابدا هشوحهم مع بعضهم. اه شوف همش حاجه خالص ان شاء الله كده. وهاجي اوسع على نفسي كده دي، وهجيب عندي المرقه اللي هشتغل بيها وابدا اتبل المرقه من الاول. يعني ايه اتبل المرقه؟ شوف يعني ابهر وادلع واظبط اموري كلها قبل ما انزل بيها على الرز. اقلبهم مع بعض شويه كده. اجي هنا بقى المرقه، قلت هتعمل فيها ايه يا شيف؟ والله عايز اطعمها شويه. تطعيم المرقه من اهم الحاجات اللي في الدنيا نشتغل بيها. طيب انا عايز اودي الطبق ده النهارده سكه مختلفه. تعمل ايه يا شيف؟ يلا بينا. اول ما احط مكعب زبده عشان يخلي معايا المرقه ملمعه ما تبقاش الرزيه ناشفه مني، وعندي حبه كركم معلقه حلوه كده، على سنه كاري، وادي كمان سنه بودره زعفران لو هخليها مسفره شويه يعني حسب يعني، ومكعبين مرقه حلوين خضار او فراخ او لحمه حسب اللي بشتغل بيه ايه. فانا بشتغل دايما بالخضار لما بشتغل بيه فكره الاسماك. اقلب الخضار بتاع الطاجن واحده واحده لحد ما يتبلوا كده، بعمل طاجن لحمه بس بالسمك. ازاي هنشوف. هرجع تاني الرز بدا يتلون ياخد اللون اللي انا عايزه اهو، شايف فنم منه فيه. هرجع تاني اكمل تبهيرتي بحبه ملح للمرقه بتاعت الرز، كمان سنه حلو الكلام، وعايز اضيف كمان ورقتين غار ماشي، وواحده كمان قرفه ماشي. ده كبسه لازم تتدلع، ولو عندي اي بهارات تانية او اي اعشاب تانية عايز اضيف ماشي، ما عنديش انا مش شايف قدامي غير دول يبقى انا تمام التمام. ايه هو اللي كنت ممكن تحطه يا شيف؟ برضه لازم اقول كل حاجه بصراحه يعني. اللي كنت ممكن احطه كمان مع حركه ممكن ليمونه مجففه بتبقى لطيفه جدا مع الكبسه، ممكن ما احطهاش برضه، انا مظبط اموري في ورق الغار والبصل والجزر وقرن الفلفل ومكعبات المرقه بتاعتي والحبهان فلفل الحصى القرنفل، كل دي بهارات لطيفه جدا مع كمان حبه الكركم على الكاري، فالامور ان شاء الله تبقى ماشيه في طريق لطيف. ابص بصه كده على النار بس عشان ساعات بتلعبها معايا. تمام، وهنا نعلي المرقه بس تاخد غلوه زي ما حضراتكم شايفين. بص منظر المرقه عامل ازاي اهو، ده اللي بتكلم عليه، تكون متحيقه هنا واخده البهارات بتاعتها. وانا عندي كمان سن البهار تاني مشكل يدي تيست عالي اللي هو السبع حبات او السبع بهارات بيسموه يعني، برضه بيدي نفس كويس قوي مع الملح ومع حاجتي كلها كده. انا زي الفل باذن الله. بسم الله بسم الله هعمل كده. وطبعا كالعاده عارفين معيار المظبوط للرز البسمتي هو كوبايه قدام كوبايتين، غير الرز المصري كوبايه قدام كوبايه. الم كل الجوانب دي واول غلوه اوطي النار وانساه شويه. انا مش هسويه تسويه كامله عشان هقفله في قلب السمك او في طاجن السمك، يبقى انا هاخد جزء من التسويه. نقول لو انا هسوي الرز في 10 دقائق، لا انا هخليه ياخد 5 دقائق. هرجع تاني على النار اقربها مني كده واكمل بقيه الطاجن الاولاني اللي فيه جوه ايه بقى؟ بطاطسايه حلوه وجزرايه لو حابب احط كوسايه اي حاجه انا عايز، بس انا ماشيها في السمبله النهارده. فلفل اخضر حلو على الكوس على عفوا البصل، وعندي فاصوليا وعندي كمان الكوسايه المقطعه دي. ده خضار للسمك. ازاي هنشوف؟ كل حاجه مع حضراتكم واحده واقلبهم مع بعض. شم الروائح الحلوه بتاعت الخضار بتاعنا بقى، واجي اروح مقفل لو عايز لو حابب يعني قرن فلفل ده برده، وطواجن الحمرا دي بقى سبايسي فيها مطلوب بصراحه. لحد دلوقتي احنا ما قربناش من النص كيلو مشكل بتاعنا ولا من السمكيه اللي قدامنا، وحضراتكم شايفين هو ده الحلقه، نص مشكل من السي فود وسمكيه، اي سمكيه عندي اقدر اوظفها. دي كانت عندي في الفريزر والله باقيه، فقلت ايه اقطعها وامشيها عندي في طاجن لطيف. طيب الطاجن ده
انت قلت شيف عايز تربطه وعايز تتقله حتى لو بصوص طماطم، حتى لو بصوص طماطم خليه يبقى طعمه حلو كده وفي تيست مختلف وببساطه مش اي حاجه خالص. ان انا ممكن بس على الزبده اللي انا حاططها احط معلقه دقيق في النهايه، ومعلقه الدقيق دي مش هخليها كتير عشان انا عندي برضو حسبه البطاطس فيها نشويات، فبالتالي هتنزل من النشويات بتاعتها فهتربط معايا صوص مش هيبقى عامل زي الميه زي ما انا مش عايز. انا مش عايز يبقى ميه بصراحه، عايز يبقى تقيل شويه كانه كريمه بس حمراء. هنشوف اقلب حاجتي يبقى فيها ريحه حلوه. ازاي تبقى ريحه حلوه بقى؟ لما احضر نفسي بقى هنا بتاتش بهار ماشي، بس انا كنت عايز ايوان حبهان مطحون بتفرق جدا في التشويح. اه بص فص كده حلو، وهحضر كمان فلفل اسود ده في التشويح، الكلام ده كله مهم جدا كده، وطبعا ملح يبقى ملح وفلفل وحبه بهارات متشكرين. ده بالنسبه للطاجن اللي شغال بيه دلوقتي. بدات الامور تبان والالوان تظهر. الرز عندي شغال، بص المنظر ده رز الكبسه اللي هنقفله حالا مع رقم برضو اهو. حاضر اتفضل تمام. غطي اه والله غطي يلا بينا. وادي الخضار عندي بدا يتشوح، ريحته حلوه جدا. طيب هتعمل ايه يا شيف؟ والله هوسع نفسي كده، بص هنا كده يا فندم، وهاجي هاخد معلقه زبده شايفها وقدامها يمكن اقل منها او زيها من الدقيق، واجي اروح عامل كده محدش شاف حاجه خلاص اهو. بص 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 مش حاجه. ايه لازمته لو ما حطيتش اصلا عصير طماطم ولا كريمه؟ انا الصوص عندي هوريه لحضراتكم قبل ما اكمل شغلنا. بس بسم الله بص 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 حبه المرقه قد ايه؟ شويه ايوه طبعا. بص هنا بقى خضار مفيش حاجه، ده كله هيبقى طاجن سمك. ايوه يا فندم هتشوف دلوقتي والله كلها. بص بقى هنا البياض ده من الدقيق والزبده مع طبعا النشويات النازله من البصل من البطاطس، فبالتالي انا ما عنديش مشاكل خالص لو انا مش عايز اربط الصوص خلاص. انا كده ده غلوه واتنين. الميه دي شايفها؟ هتشوفها دلوقتي عامله ازاي من الزبده والدقيق، ما فيهاش اختراع يعني. طيب وبعدين تعالى بقى نلون الدنيا ونطعم الامور بعصير الطماطم الفريش. اه هنا بقى الموضوع هيختلف ويبدا يتحول مع كمان معلقه طماطم صلصه عشان تسبك بقى الامور وتظبط الدنيا. السي فود امتى يا شيف؟ اقول لك اصبر بس عليا لما اخلص تسويد الخضار، واجيب عندي كمان معلقه هريسه فتدي تيست مختلف شويه. اهي حلو، ومعلقه توم كمان. اه طبعا جرب الطريقه يعني، انا معاك في كل الخطوات مع كمان مكعب مرقه. اه طبعا شكرا. اقلب بص بقى هنا الموضوع اختلف. سيب الكلام ده ياخد غلوه واتنين ما عندوش مشاكل خالص في تسويته، واخر غلوتين هنزل بالسي فود بس في طاجن مش في الحله. اعمل كده واركن على جنب. لو اقول لك سيب دي هنا وهدي اشوف بس الرز اخباره ايه. اه هنا تمام التمام الرز. بص الملامح هنا راحت فين؟ انا كده رايح باذن الله على سكه حلوه. على ما ياخد بس تبخيره كمان او غلوه كمان هكون مقفل السمكيه عشان اجيب طاجن ونقفل على طول في الفرن. ادي طاجن شياكه. ايه تتبيلتك للسمك؟ طبعا لازم تتبل السمك. طيب بوله فاضيه هنا بقى ايه التتبيله براحتنا، بس انا هعمل تتبيله بسيطه برضو. معلقه ثوم حلو، وعصره ليمون حلو الكلام، وعندي كمان سنه زيت زيتون ده في تتبيله السمك. وعشان اطور بقى ويعني احول الفكر شويه هحط طبعا معلقه هريسه، هحط عندي في التتبيله حبه اعشاب من الروزماري عشان التست بس يختلف شويه ما يبقاش كله شبه بعضه كده. حلو الكلام لحد كده كلام جميل. وبعدين فلفل اسود وملح، يبقى توم وليمون وزيت واعشاب وهريسه وملح وفلفل. حلو الكلام لحد كده، مضرب لطيف. وندوب دايما قبل ما نعمل اي حاجه ندوب البهارات بتاعتنا. دي تتبيله لطيفه جدا للسمك اللي هشتغل بيه مع حضراتكم دلوقتي. حبه اعشاب مش شرط يكون اعشاب لو مش عايز براحتنا، بس بص مظهر التتبيله بتتكلم عن نفسها. وبعدين يا شيف هجيب السمكيه. بص سمكه عاديه خالص اهو، شوف
كده، تبل السمك كويس ومنتهى البساطة واركل على جنب. طبق الفرن الحلو ده جايب عندي ليمونة في أرضية الطاجن كده، حلو. واجيب عندي بص السمك، بص 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 بص, بص الكلام بالتتبيلة. أيوة، وروح أعمل كده، حلو، كلام جميل. وبعدين يا شيف بسم الله معايا يا فندم ولا لا؟ الله يبارك لك، كتر خيرك. نسوي امورنا، حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. وبعدين ولا قبلين اديها بقى مرقه كمان زياده من عندنا، واحضر ورق الومنيوم عشان اكبر الكلام ده كله في الفرن. مغرفة مرقه كمان، يلا بينا، مش كتير عشان بس ايه يخش يكمل باقي تسويته. ندي السمكه دي بقى ميه برضو، قال يعني ايه ورقه وانا يعني لا مش هتغرق ما تقلقش. حلو، هنلم كل الجوانب دي كلها. بص اهم حاجه بس في حبه مرقه عشان يكملوا تسويه لطيفه في قلب الفرن، تقفل عليهم كده واجي اروح موديهم على طول على الفرن يكملوا تسويتهم ان شاء الله. والفرن ده ماله، ثانية واحدة، ده أعلى. سيبه كمل تسويته وياخد وقته ويعيش حياته. نرجع نبص بصة على الطاقم. هنا في ريحة تسبيك حلو، والتسبيك اللي بتكلم عنه دلوقتي هو كريحة مش مني أنا أو مش من تركيبة خلطتي يعني، لا ده من تركيبة الخضروات على بعضيها. فبصراحة أنا شامم ريحة، هقول لكم الصراحة بأمانة الله، شامم ريحة تورلي. أنا شامم ريحة تورلي دلوقتي بجد والله. اللي شامه بصوص عامل إزاي، خف، وشايف القوام بتاعه بقى عامل ازاي؟ مبقاش ميه، دي الزبده والدقيق اهو، شايف؟ الزبده والدقيق اللي اتحطوا عملوا برضو قوام حلو، واللي نزل من البطاطس برضو عامل ريحه حلوه، شايف الملامح؟ طب وبعدين؟ اقول لك هنا احنا خلاص خلصنا كل حاجه ومتبلنا وظبطنا، بص كده معايا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، اخر حاجه؟ اخر حاجه. وبعدين ولا قبلين، تقليبه حلوه كده، شوف الطاجن راح فين؟ هندخله الاسد اول كان يطلع في وصف. بص المنظر، شوف منظر يعني ما فيهوش ولا كلمه. احضر طاجن حلو واقفل ودخل برضو اكمل تسويتي بقلب الفرن. ده كبير قوي شويه عليهم، لا كبير، نجيب طاجن اصغر. شايف الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معنا يا فندم ولا انت فينك؟ اتفضل. بسم الله بسم الله، شوف منظر السيفود عامل ازاي؟ طاجن يعني هو بيتكلم عن نفسه، شايف الملامح؟ سكه مختلفه. وشايف تسويه السيفود ايه؟ ما قرصتش عليها في التسويه بقى اصلا، ما قربتش منها، انا خدت غلوه واحده هي صدمه. بص السمكه، حته السمك عامل ازاي؟ قطع، خدوا بالكم هو بس اللي موجود هنا بقشره، هو بس البلح ده، واسويه وهدخله الفرن يكمل تسويته اهو. شوف
ده مع رز ابيض عوضكم بس مش اكتر. بس كده نطلع منه فصل صغير جدا. ايه رايك نطلع منه؟ ها عجبك صح؟ طيب نطلع فصل صغير جدا بعد الفاصل نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب مراجعه سريعه اللي حصل قبل الفاصل، لان حضراتكم طبعا عارفين اول فاصل ده احب انجز فيه الصراحه زي اي حد، هو الطبيعي عامه في اي شغل حتى في البيت. يعني لما حضرتك تخش تعمل طبخه لو ما دخلتيش اول نص ساعه خلصت كل حاجه هتلاقي الطبخه عماله تمد وتشد وبتطول وبتكتر ومش عايز تخلص، لان احنا ما خلصناش على الشغلانه. فالطبيعي معلومه لحضراتكم بجد والله، لما اجي اخش المطبخ انا بدي حقكم نصيحه دايما في القصه دي، اخش المطبخ على مرتين. المره الاولى هي ان اخش اقشر واقطع وانظف واغسل واركن. ايوه سيب الحاجه خلاص عندك النهارده، مثلا طاجن زي اللي هعمله النهارده مثلا، البصل الكوسه الجزر الطماطم البطاطس اللي غسيل حلو وتمام، قشرنا قطعنا واخلي الحاجات بقى بولات زي كده ماشي، اسيبها على جنب برده ماشي، واطلع برده اطلع بره المطبخ انسى شويه. لما تيجي تخش المطبخ تاني كمان ساعة صدقيني والله هتنسي اللي فات، وهتبدأي الأمور تبقى قدامك واضحة بشكل بسيط جدا، وهتخش بقى سيبك بقى من علاء الشربيني ولا أي شيف ولا، هتخش تك 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 هتخلصي كل حاجة وبسرعة وبنظافة وبنظافة وهو ده المطلوب. فالمقصود إن بس في أول نصاية في الشغلانة لازم تخش نقرش شوية. طيب إيه اللي عملناه في القرصة بقى بتاعت أول فاصل؟ جبنا عندنا اول حاجه عملناها معاكم هو طبقين. الطبق الاولاني عندي طاجن او عندي الكبسه اللي عملتها في طاجن، والكبسه دي عباره عن ايه، سمكايه قطعها جزل تبلتها بحبه ليمون وحبه زيت وحبه ملح وحبه بهارات وسن الثوم طبعا وطش هريسه، ودت لها تيست مختلف اعشاب مش اكتر، تبلتهم وركننا على جنب. جينا الناحيه الثانيه جبنا كوبايه رز بسمتي، قدامها كوبايتين من المرقه، كوبايه الرز نزلت عليها ببصلايه وجزرايه كبيره، فص توم وقرن فلفل ورق غار وحبهان، قلبنا وشوحنا وظبطنا، نزلنا ببطاطسايه عليها، نزلنا فلفل اخضر واحمر واي كان خضار ما عندناش مشاكل، وحطيت كمان كوسه بالمناسبه. قلبت الخضار كله وظبطت اموري، رحت جايب عندي معلقه زبده ومعلقه دقيق لربط الصوص، ومش شرط يكون كريمه، اي صوص انا عايز اخليه بدل ما يبقى عامل زي الميه او احس ان انا مخلي الامور تبقى سايسه قوي في الموضوع والصوص يبقى سايب كده، لا بربطه بمعلقه زبده ومعلقه دقيق مش اكتر، ابيض صوص احمر من غير صوص خالص هو المبدا واحد او الستاندر واحد. طيب وبعد كده عملنا ايه؟ نزلت عليها بحبه مرقه او ميه سخنه وطعمت وبهرت وسبتها شويه تغلي غلوتين تسلق لي الخضار بتاعي، وبعدين قمت نازل عليها بايه؟ بمعلقتين من صوص الطماطم وحبه عصير طماطم فريش، وتبلت وسبكت وسبت الامور خالص. خدت غلوه واثنين والثالثه نزلت بالسيفود، ربع مشكل نص مشكل ايا كان ما عنديش مشاكل، مخصوص غاز تنظيفه، نزل خد غلوه قمت قافل كله ورحت رايح بيه على الطاجن. اللي قبله بقى الطاجن الثاني هو عندنا اثنين، واحد الكبسه معمول في شكل طاجن، واللي كنت بتكلم عليه مع حضراتكم هو الطاجن اللي معمول بالسمك المشكل. اللي قبله الجزرايه مع البصلايه نزلت بيهم على الرز، فص الثوم شوحنا كويس، جبنا المرقه حطينا في المرقه زبده ورق غار وحطينا كمان معاها حبهان وقرفه حاجه الكبسه، وقفلت خدت ثلاث اربع تسويه، قمت جايب السمكيه اللي تبلناها من شويه بالثوم والهريسه وزيت الزيتون والليمون والاعشاب في الطاجن وقفلت. تعال بص بقى الكلام ده راح لفين. بص يا باشا ده الطاجن الاولاني عشان ما تلخبطش، بس انا بتلخبط انا نفسي يعني. ده الطاجن الاولاني الخضار اللي حطينا فيه ايه؟ كوسه وجزر وسيفود مشكل مع الصوص الاحمر اللي تقيناه بالزبده والدقيق، اهو سايبه يكمل تسبيكته في الفرن ويبقى زي الفل ان شاء الله. طيب السمكه الثانيه اللي عملناها كبسه وقلنا تبلناها بالاعشاب مع الليمون وزيت الزيتون، بص بقى هنا الرز عامل ازاي، بدا يفلفل يكمل تسويته هنا. ما انا عملت ايه؟ تبلنا السمكه ني في ني، ما حطهاش في اي نار، سبتها في الطاجن وحطيت ليمون تحت كده وحاجات تدي ريحه حلوه، ونزلت عليها بالرز اللي واخد تلات اربع تسويه، زودت مرقه تاني عشان يكمل تسويه
الرز، وهقفل عليه تاني كده شويه عشان ما ينشفش مني، وفي النهايه ان شاء الله هنكشفه ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. طيب اللي بعده، بالمناسبه عندي اسئله هنجاوب عليها بحرقكم النهارده، ولكن خليني بس اخلص الاول الجندوفلي. الجندوفلي ده الطبق الثالث، طبق لطيف جدا وبسيط، انا بحبه جدا. ده ميه فيها خل او ليمون، قبل ما اشتغل بروح بس اغيرها واغسل كده بميه نظيفه ونشوف كده. ميه نظيفه اهم شيء بقى عشان اي حاجه اامن نفسي تاني. شوف بعمل ايه، بروح ناقع تاني. بص انت معايا يا فندم؟ اه بص، خلي قدام الحاجه تبقى بتقول لي كتر خيرك من النظافه. بص بقى انا هوريكم حاجه محدش هيوريها لكم والله. بص يا فندم، شايف البوله دي؟ طب انا هجيلكم في النوم، معلش يا طمو انا اسف والله، يعني الحاجات دي صدقوني هي المهمه. بص كده، شايف البوله؟ شايفين ايه حضراتكم؟ انا مش عارف شايفين ايه. بص ادي الرمل اللي مش باين، بص اهو ده رمل اهو، شايف؟ بص شايف؟ ردوا عليا قول لي اه شايفين، عشان انا يعني ما بقاش عامل كده في ايه. اهو بص ده هيطلع ازاي الرمل ده؟ ما بتشافش، مش باين. يعني انا اقول لك هات لي مين يعمل، لازم نعمل الحلقات بتاعت اللي كاننا بنشتري الماس. لا باينه، اه باينه. لو انا عايز اركز حاجه اركز فيها، اتجنب الكلام ده ازاي؟ والرمله دي ازاي؟ بالنقع المستمر، وحبه الخل او الليمون بيشيلوا اي تراب. هو الرمل ده جاي من الشارع؟ لا، هو اصلا اي حاجه من المطر تبقى جايه من قاع الرمل، من قاع البحر، بالتالي فيها ده طبيعي. الصح بقى ان احنا ما نعديهاش وما نكروتهاش، حتى لو هسلقها اغسلها الاول وانقعها كويس جدا، وبعدين اشطف تاني وابدا اشتغل زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم. اه بس كده بقى الامور زي الفل جدا ان شاء الله وتمام التمام. طيب ايه بقى الحكايه؟ الحكايه ما فيهاش حاجه، تمام التمام كده بسم الله لوحده على نار سخنه. ايوه قبل اي حاجه خالص، على نار سخنه قبل اي حاجه. شوف بقى اللي جاي، طاسه حله مش فارق لي. بص شوف، ركزوا معايا في حبه بقى الجندوبلي الازازه دول. شوف انا مش بساوي بس، انا بغسل تالت ومش تاني، تالت. شوف دي كلها ميه نازله منه. شوف الكلام يا شيف، والله بحاول اوريكم حاجات صدقوني والله العظيم هي الشغلانه في التفاصيل صدقوني. بص كده نازل من الميه ايه، وبص هنا في الحله ايه. انا بس بوريكم والله ان لو احنا ركزنا في التفاصيل هننجح في احلى حاجه، اي حاجه في التفاصيل فيها هننجح فيها. يعني يعني كده يعني تبقى الحله تبص شمال ولا انا ابص شمال؟ بص كده الحله فيها ايه، بص هنا ايه اللي بيحصل، بص هنا في الرب، بص غسل شوف قد ايه. بص بص هنا ده امانه الشغلانه بقى. بص بص بص, بص هنا. شايف شايفها؟ شايف ايه اللي في قاع الميه ده؟ شايفه؟ الله ينور عليه حضرتك، رمل. وايه اللي في قاع الحله ده؟ اهو رمل، رمل اسكندراني كمان اهو، من بيحب نقعد على القهوه. شايف دي التفاصيل ان انا بقعد ارغي فيها، انا اسف. وناس كتير تقعد تقول لك يا عم بطل بقى، يا عم بطل كلام كده، يا عم والله هي الشغلانه كده. ما هو الطبخ سهل، الطبخ ما فيهوش حكايه، انا اسف ما فيهوش يعني، هي الحكايه بس الواحد لو ركزنا في التفاصيل. عشان انا دايما بقول بطلع لحضراتكم يعني اتشرف طبعا، انا بحاول اقول معلومات تفيد حضراتكم، وانا يعني الثقه اللي بينا كبيره جدا عن ان نطلع اعمل طبقين واروح. والله كنت زمان اول ما طلعت يعني من سنين، انا كنت بجد, بجد والله العظيم ما كنت بقى خمس ست حلقات، خمس ست اطباق في الحلقه الواحده. يعني انت مستوعب خمس ست اطباق ورجعوا يعني؟ وانا كمان لما بدات ما كانش فيه سوشيال ميديا قوي زي اليومين دول، ويوتيوب كان فيه بس كان ضعيف قوي. ارجع بص هتلاقي لا يعني حاجات كتير ومن موجود عندي، بس في وسط الحلقات دي مفيش معلومه انا من وجهه نظري المشاهد ممكن يعني يمسكها كويس، مفيش تفصيله. انت اديتني فرصه اركز، ما انت عمال تك 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 اطبق اطبق، انا مش ببيع بكلم قد حد بقى. عايزين نوضح للناس ونشتغل على نفسنا ونتعلم عشان نوضح للناس، فاي واحد او اختي او بنتنا او اي حد
بيتفرج على الحلقة يقوم يستفيد الإفادة هنا الحكاية من الفيلم ده، مش إنه طلع تطبخ وتروح. فمن ضمن التفاصيل والرغي كتير أنا آسف هي الحاجات دي، وقيس من ده كتير. أجي مرة حد مسكني عمل لي حفلة، عمل حفلة عليا والله عشان ماسك كوسة بجرحها على الهواء وبحطها في مية. أيوة يا فندم، ما هي كده، ما هي شغلانتي كده، مش شغلانتي اني اروح اجيب كوسه جاهزه لحضرتك، عيب ما ينفعش. ومش شغلانتي اني اطبخ طبق وما اقولش تفاصيله كفكره تعليميه لحضرتك تنفعك، انتوا تستاهلوا اكتر من كده. انت واقف بتاع، ايوه يا فندم، حضرتك بقى اللي بتتكلم عني بتجيب الكوسه مع احترامي ليك او الحاجه بتطبخها على طول. طب ما ده عادي، انت ليه واقف على شاشه التلفزيون؟ ليه اسمك شيف؟ لازم يكون تفاصيلك كتير ورغيك مش كتير زيي. طيب خليني ارجع اقفل ده عشان ايه نخلص. فهمت اول غلوه عملت ايه يا فندم؟ بس خلاص كده احنا باذنك يا رب حاجتنا تمام التمام. اهو بص خلاص ميتنا نظيفه، حاجتنا تمام التمام. ابدا بقى ارجع اشتغل على نظيف في طاسه ثانيه، وبرضو قعدوا يتريقوا عليا في موضوع السجق. وبعد كده في الاخر انا والله بتبسط لما الاقي حبايبنا بيستغلوا وبيستخدموا حاجات تانية هي هي. طيب هرجع تاني ابدا اشتغل على نظيف بقى بحبه زيت بسيط جدا. شوف طب زيت لي انا عمال هبدا بقى دلوقتي اشتغل بيها بقى. خلاص بقى انا خلاص خلصت فكره النظافه، وعندي بقى هنا ايه، كرفس وكرات مفرومين، بصلايه حلوه، لو حابب طبعا فص الثوم الحلو بتاعي، حبه الخل الطشه الحلوه بتاعتي، شكرا، مفيش حاجه تانية، فلفل حار لو امكن ماشي، هزود انا عليها ليمون برضو ماشي. التفاصيل دي يعني ايه اختياريه ما هياش اجباريه يعني. وانا شايف البصلايه دي كبيره، ممكن ناخد بصلايه انعم تبقى معانا في النص كده، حاجات بقولها بسيطة. بسم الله. بص هنا بقى تشويح، بص 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 منظر الحلة عامل ازاي. شوف شوف واحنا شغالين بقى لما ننزل بالبصلية النظيفة الحلوة كده، مش كتير ها، احنا بس بنطعم مش بنزود طبيخ كتير. اما الكرفس والكرات بزود شوية بيدي ريحه حلوه. شوف مفيش كلام، بص الليمونه بقى اللي نازله فين الحته دي، نازله تعمل ايه؟ ليمونه واحده، خدت بالك؟ فلفل لو حبينا، ما حبيناش برده ماشي. كل الحاجات دي كلها بتزود التست وبتوديني في حته ثانيه خالص. شوف مش احنا حطينا زيت زيتون؟ اه. طب نسكب بقى؟ لا خدوا مني بقى دي، والله ما بهرجش، هدلعكم طعم الحاجه الحلو. فص الثوم ينزل ينزل كده على على ملح وفلفل طبعا، بس فلفل اسود اكتر الصراحه. جربوا الطريقه مش هنخسر حاجه، هي غلبت شويه نظافه معلش، بس والله هناكل حاجه واحنا في قمه الامان. قيس ده بقى على اي نوع من انواع البلح البحر او الجندوبلي او السيسكالوب، اي حاجه من الحاجات اللي بتبقى جايه من قاع الارض من قاع البحر يعني، الحاجات دي مهمه جدا تتنضف كويس. هنا انا شايف ريحه الزبده حلوه مع الكرفس مع فص الثوم مع البصلايه، الليمونه مديه شغل عالي قوي، هعملها طشه بالخل دلوقتي. يبقى انا في الاخر بعمل او اقدم طبق اه بسيط بس مخدوم. الشغلانه على دي امي الله يصبحها بالخير ويديها الصحه، هي كل امهاتها تقول لي اخدم الطبق اخدم الطبق من وانا صغير جدا في الشغل والله العظيم. فاقول لها اخي ايه اخدم؟ تقول لا، لازم أن تبقى عينك في وسط راسك على الطبق، واقف قدام الحله وانت شغال، ودايما اي حاجه نفسك فيها حطها ملائمه للطبق اللي بتعمله. فده حاجات طبيعيه من امهاتنا، كل ما بتقول كده، فدي في دايما في ذهني ان الحاجه لازم أن تتخدم عشان اللي ياكلها من وراك مش بس يقول لك تسلم ايدك، ومش بس يقول لك الحلو. طب ما الحلو ده العادي، طب ما هو طبيعي الحاجه تبقى حلوه، ده العادي يعني. امتى الحاجه تبقى واو وحاجه تبقى بجد، ما تبقى اللي بياكلها بيدور عليك تاني او يشوف وصفتك تاني او وصفتك طبعا قصدي عليك في البيت، لما تتعامل من ورا العقل. تفصيله بسيطه تدي ديست حلو، طريقه نظافه حلوه، طريقه التركيبه ايه على ايه يمشي ايه، خدمه الحاجه قدامك ما تستخسرش فيها حاجه، هي دي الشغلانه. خلاص انا عملت اللي انا عايزه. بص بقى اول ما احس ان هنا دخل في مرحله اللسعان، بص كده يا فندم معايا في الحله، اروح اعمل ايه بقى؟ جايب عندي الخل، اخد الطشه الحلوه دي، شكرا. شوف كمان واحده بس كمان اهي بس كده شكرا، وراح اعمل كده. شوف وراح اعمل كده معايا يا فندم اهو كاميرا، بس بس كده شكرا، وحضر طبق حلو ونغرب على طول، مفيش كلام تاني.
نجيب ايه بقى؟ نجيب حاجة نغرف عليها. والله هنقول لكم نغرف على ايه؟ اه طبعا الطبق ده لطيف في الغرف، ولكن تعالى نعمل حاجة تكون لطيفة. يلا بينا يا باشا. شوف، شكرا وبالهنا والشفا لحضراتكم. ما تيجي تبص بصك انت فين دلوقتي؟ انت عايزين ايه؟ مين عايزين فاصل؟ عايزين ايه؟ انت عايز ايه؟ قول لي امرني. طيب بص كده الطاجن ده عامل ازاي. يعني هو بيتكلم على حاله، مش محتاجين نجود عليه خالص. سيبه ما عندك مشاكل. حلو تمام. تعال بص بره الناحيه الثانيه برضو. بسم الله اكبر. بص انا فلت الرز عامل ازاي. تشوف الرز اول ما تحس الشعريه او الرز بدأوا كده يبقى زي خلاص في كرون استشعار كده، حاجه يعني باينين جدا ان هم مفلفلين، نعرف احنا تمام. وزي سيبه برضو مش مستعجل، يعني بحب قرمشه كده، بعض الناس تحبها ولا لا، بس سنه الرز ده طالع من الفرن في سنه كده حلوه انا بحبها احسن ما اكون معجن. طيب نجاوب على الاسئله قبل ما نطلع الفاصل ولا ايه رايكم؟ طب اديني بس اديني 3 4 دقايق، ايه رايك؟ حلوه مني دي؟ حلوه. طيب الجندوفلي بيكون في رمل؟ ايه يا اخوانا انتوا جايبين سؤال من الحلقه؟ احنا جاوبنا على ده بجد. جنب مش سامع ده ايه ده يا رباب؟ انتوا ماشي جمبري مشوي فهيتا ماشي اوكي. طيب جمبري مشوي، عشان احافظ على الجمبري المشوي انا في البيت ما عنديش الشوايه يا شيف، بس عايز اشويه. انا عندي نص كيلو ازاز، نص كيلو بلدي، نص كيلو سما، اي كان نوع الجمبري. لو قعدت تهري فيه كتير في التسويه ملوش اي قيمه، هيليف. طب اعمل ايه؟ اجيب عندي بصلايه، فلفل، اي خضار انا عايز احطه كخلطه وهشوحهم على جنب واسيبهم، وابدا اجيب عندي الجمبري وابدا لوحده خالص اتبله بسنه زيت حلوه، طاسه ثوم حلو، عايز احط هريسه ماشي، سنه شبت، حبه ليمون، واقلب كلوكي كده وابدا اشوحه 3 أو 5 دقائق على الطاسه. تسيبيه بس يتشوح، اول ما احس ان بدا اجيب ميه تروح قافلاه بالخضار وتقلبيه مع بعض، وتسيبيه شويه في صينيه وتسيبيه في الفرن. اصبح ان الخضار انا مامن تسويته، مع كمان الجمبري مامن تسويته، فلما دخلوا اتقابلوا مع بعض في الفرن 10 دقائق متشكرين. فاهيتا كالاماري احبها. اجيب عندي فاهيتا نص كيلو مثلا، بقطعها بالطول بس تكون عريضه، وفلفل الوان. هي المفروض بتاخد الذره، انا مش بحبها بالذره الصراحه. حد حابب يحط كده ماشي، مش عايز. انا شايف ان هي فلفل الوان لطيف جدا. شايف اي خضار بنحبه عشان ما نربطش نفسنا بحاجه معينه؟ طبعا في بصل، الحاجات دي كلها. وبجيب عندي الكالاماري ببدا اقطعه زي ما قلنا بفكره الطول، يكون سمكه تخين شويه. وبعد كده بجيب عندي طاسه او حله، بنزل بشوح فيها الخضار الاول، اسيبه يتلسع سنه، وانزل عليه بالكالاماري اسيبه برده يتلسع سنه، واحطهم كلهم برده في الاخر في زي دي اللي انا عايز اقولها. شوف بس النور دي كده، الشوايه دي حاجه زي كده، وادخلها الفرن تاخد وقتها. متشكرين. طيب معلش انا مش فاهم السؤال ده، يعني ايه قواقع السي فود بالصوص الابيض؟ بس الحاجات دي مش موجوده في مصر وغاليه قوي. بس ماشي، قصدك على زي السي سكالوب، هو اسمه كده، بيبقى قوقعه كده جواها حته لحمه بيضة مكوره، صح كده؟ ماشي. طيب يعني دي مش بيبقى دايما يعني متوفره في مصر، بس انا هقول عليها. وهي ما بتعملش بصوص ابيض، هي ممكن تطلع معاها انواع صوصات تانية بيبقى فيها خل كتير وانواع كتير من الصوصات.
عشان هي تتحط على تلج كمان في التقديم بتاعتها، لان هي حاجه فرنسويه ما هياش يعني بتتاكل كده، وفي منها بيطبخوها. يعني السيس كالوب ده بيتاكل مشوي عادي جدا ومن غير تتبيله، يعني ده بيبقى سيمبل قوي عشان فت السمكية او السيس كالوب ده او اللي هو طعمه يبقى باين جدا، ما بيحطلوش تتبيله كتير غير ممكن في الفينش فلفل ابيض وحبه ملح وسن زيت زيتون، وبتتاخد على الطاسه وش وظهر وبتحط على جنب، والقوقعه دي بتتغسل كويس قوي، تغلي في ميه تطلع عشان ده بيتغرف عليها الطبق. لو انا هعمل لها صوص ابيض زي ما حضراتكم عايزين، هعمل صوص ابيض عادي جدا بمعلقتين زبده ومعلقتين دقيق وكوبايه لبن، وبديها نص مكعب مرقه، بديها سن بهار سمك عشان طبعا ده داخل في السي فود، واعمل لها صوص، وممكن لو عايز احط لها جبنه ماشي، وفي الاخر بجيب عندي القوقعه ان انا او اللي هي القلب او اللحم اللي كان جوه السيس كالوب ده شوحته، ببدا احطها احط عليها حبين معلقه كده وادخلها تاكل جراتان على السلمندر او على وش الفرن، بيبقى تمام التمام. طيب انا عندي فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله الوصف. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. تعالى كده يا سيد طمان، بص معانا كده على الطاجن الحلو ده، شوف ايه الحكايه وايه الموضوع. قبل ما نمد ايدينا في الطاجن، زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، اهم حاجه التسويات. يعني مثلا هتزي ايه يا شيف؟ مثلا زي حته السمكه اللي على وشي دي، شايفها يا فندم دي؟ بص كده يا استاذي، شوف اجي لما اطلعها كده، معلش انا اسف مش هاكلها ما تخافوش. بص القطاعة اللي قدامي دي، اجي اشوف التسوية دي مهرية متكسرة حلوة معايا يا استاذي؟ لازم تردوا عليا يا جماعة، انا بقول مع حضرتك معايا يا استاذي، فتقول لي اه او لا، عشان انا هعمل حاجة اديك بتبص لي من بعيد بالكاميرا دي، انا شايف الكاميرا دي منورة. طيب ايه هعمل ايه طيب؟ يا ياسمين اهو بص كده يا استاذ معايا ولا لا؟ ايوه كده، برافو عليك. بص شوف التسوية، حاجة ماسكة نفسها، بص قطع بالسكينة. بص ده طاجن سمك، هل توقعت حضرتك مثلا لما نيجي نعمل سمك هنعمل بالتسوية دي؟ وارد الحاجة تتهري مننا، وارد تتكسر مننا، ده طبيعي، بس اللي مش طبيعي نحط كل حاجة على بعضيها، نقسم ونظبط. طب فكرني بموضوع الدقيق والزبدة اللي انا حطيته. بص بقى الصوص بقى عامل ازاي؟ شوف فاهم قصدي ايه؟ بقى تقيل. بص البطاطساية بقت عاملة ازاي؟ بص تسويتها، شايف؟ بالهنا والشفاء لحضراتكم، بالهنا والشفاء لحضراتكم واولادكم يا رب بالخير يا رب والسلامه دايما. مش انت حرام طبعا، السمك دي ما تترميش، ولو هاكلها هاكلها، لكن مش هاكلها هسيبها هتترمي دلوقتي، فلما كده عشان بس ربنا يحاسبنا على الحاجات دي. طيب نرفع ده على طول ونشوف اللي بعده. بسم الله، ده عايز طبق رز ابيض ودعواتكم مش اكتر والله. رز ابيض بس، مش مكرونه ولا عيش، هو رز ابيض طرلي حلو سمك يعني. طب نجيب دي، بسم الله، ادي الكبسه بتاعه الايه؟ السمك. اه بسم الله، فاكرين الرز اللي سويناه نص تسويه وادرينه الكركم والكاري؟ بص الجزريه عامله ازاي، بص بقى هنا الرز معايا يا فندم، شوف الرز عامل ازاي، لسه ما جاليش السمك. بص الرز، انت فاهمني؟ بص بص الفرق، بص الرزايه عامله ازاي؟ ريحتها حلوه. طب بص بقى السمكيه المستخبيه دي، اه مش عايز ابوظ بس احنا عايزين نوضح. بص بسم الله، واحده بس كده حتى نبص عليها ونرجعها تاني. اه بص 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 بص، الله اكبر، بس خلاص انا تمام جدا، كل كده حاجه واضحه قدام حضراتكم، اهي السمكيه اهي. اه بص يا استاذي بس كده عشان ما نبوظش الدنيا، حرام، ما بحبش انا ايه بعد المجهود ده كله اخلي شكل الطبق بتاعي يعني يضايق حضراتكم من شكله، لا بحب الحاجه تبقى اكنها لسه معموله. وشكرا وبالهنا
والشيف لحضراتكم ده كبسه سي فود معموله بسمكايه وسكه مختلفه. وبرده كل اللي احنا عملناه فيها سهل، ولكن اهم حاجه فيها في الفيلم ده كله هي حاجه واحده، ترتيب التسويات. على ما اعتقد الامور سهله وبسيطه، واليوم كان لطيف، حلقه سمك مختلفه. يا رب تكون عجبت حضراتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.